ماما سوري يعني بس نو. في مرة هربتوا من البيت بوقت متأخر. شوف فضايح رح تعرف كثير اشياء عننا، ثاني شيء لانه معنا اخوات ويعني حاسه انه اخيرا اخوات واخوات. المهم انه معنا ورقتين نعم ولا، حنسال سؤال نيفر هاف اي ايفر، لو عملتوا شيء بترفعوا نعم، لو ما عملتوه بترفعوا لا. ايزي الموضوع ايزي. قبل ما نبلش الفيديو بدي اطلب منكم تعملوا اشتراك او سبسكرايب بالضغط على الزر الاحمر، تحت كمان فعلوا زر التنبيهات. خلينا نبلش بالفضايح. انا اول سؤال ليكم سهل عن جد سهل. نبدأ بالسهل. يلا. شي مرة كذبتوا على أهلكم؟ لا لا أنا كل صراحة يعني. يعني شو؟ يعني واضح إننا كلنا نعم. واضح من أول. يمكن كذبة بيضة. صح. خفيفة. بيضة. تفضلي سؤالك. أوكي سؤال بعده. شي مرة كان نفسك تعملي وشم؟ إنه شفتي رسمة وكان نفسك تسويها كوشم؟ ولا مرة. عم تمزحي؟ والله عظيم لا عن جد كثير طيب عن جد كثير والله والله عن نفسي. في عندي فكره هون. لا انا مستحيل والله ما بدي ابدا. في مره سرقتهم من ثياب اخذكم؟ واضح انه السؤال موجه الي يعني واضح كانوا عم يقصدوا بعض هذول ولا لا؟ ثيابي احلى من ثيابك الصراحه ما بقى. والله اشك انا الصراحه اشك. نعم ثيابي احلى من ثيابك يا اخي. ما ادري ما صدق على النبي موسى يمكن زمان بس هلا لا. شيء مرة دخلت من وراء أهلكم أو جربته يعني هيك شوي أو شيشة أو من وراء أهلنا ولا مع من لا من وراء من وراء من وراء أهلنا يا أوكي أنا رحت لأن ما بصراحة ماما عادي أرجل. شيء مرة خنتوا حدا في حبيب حبيبة حتى أهلكم أختكم؟ لا اخذكم لازم بس اخذكم انت. انا اذا بحكي انا اذا بحكي بحكي قدامه ما رح كثر بحكي لرفيقتي بتلاقيته وراي يعني. لا يعني مو حكيتي لما وقفتي لا انه خنتوا حدا بس ايوه اي يعني وحيد الخالي بيناتنا حيا مكان ورحت مكان تاني بدون ما يعرفوا. لا أصلاً أنا لا شيء يعني أنا لا. أنت الاثنين. ما يعني شو قصته؟ زمان يمكن. زمان. بس نحن لا. صارت مصيبة كبيرة. يعني لما كنا. يعني صارت مصيبة. وعرفوا بالنهاية. للأسف. شي مرة هربتوا من البيت بوقت متأخر. والله كنت رايح أجيب أكل بس. شي مرة جربت الخمر؟ أو كان نفسكم تجربوا بالعكس؟ المشكلة إنه كان سؤالي بس. لا. شي مرة ما ليش ما مصري يعني بس نو. بابا كمان بلحظة كمان بابا. أنتي لا؟ يا شرعات! ما أشك فيها صراحة أنا يعني مو متأكدة. زمان يمكن. أيوة. أنا من زمان. أكثر كتبتوني بحالي يمكن. بابا عملته. اشتري واخذت يعني وما انا هيك تعمل كذا اخذ هيك بروح معلش انه ما يكون اجيب من طرار هيك اخذ صار أيوه. وما كان شطار ماشي بس المهم حصل خير. شي مره وقعتوا بمكان عام وصرتوا تضحكوا لما انتوا يعني كانوا ما صار شيء يلا هذا احسن شيء تعملوه وقتوا عشان ما توجعك انا عارف ما بوجع يعني شو تفضل يلا. شي مره استخدمتوا هويه مزيفه كده حطناها بسم الله يعني كيف يعني انه حسابات انستغرام فيك ولا هويه لا هويه 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 لا عشان تدخلوا مكان لا انا بس كان لازم هويه الاهل انه لازم يكون حدا هويه حدا كبير جت اخذت هويه ماما بدون ما اعرف كمان لا ولبست حجاب وكل شيء يعني كده شي مره اتصلت على مطعم وطلبت وقلت لهم العنوان غلط يعني ما قلت لهم يعني ايه اصلا
شوف مرة دخلت على الشرطة استهبال لما كنت صغير. شي مرة رسبته بمادة أو بالسنة؟ امتحان مو مادة كاملة بس بامتحان يعني جبت علامة أقل. لا حتى امتحان حتى لا أنا مرة أخذت نص من 30. نص نص نص. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. نحن نصور ترى. بأول الفيديو فاصل. شو مرة رنيت الجرس عن جيران أو على حدا وهربتوا؟ يا الله يا الله أحلى ذكريات والله فعاليات الطفولة. والله أصلاً عايز. شو مرة سألت سيارة أهلكم بدون ما تسألوني؟ قصدي أنت إمتى؟ أنا طلعت بدون ما أسأله. انا اخذت المفتاح من تحت الارض. انا بكتشف اشياء جديده عن اختي. امتى سرقتي انت؟ انت بتعرفي تسوقي؟ لا اخذت المفتاح ورحت قعدت شغلته وكان الباركينج يعني وشغلته وقعدت مكان السواقه بس ما عرفت شو احط التحكم. شي مره اتخانقت مع حدا بالشارع بصوت عالي وهيك يعني؟ انت نعم جودي انضربت مو بس اتخانقت. وانا مين مين ما بعرف بنت ما بعرف شو بنت انا لا لا شوفوا انا كان في تلتين عم بتقاتل فانا دخلت من النص على اساس لهم فانا بكتب الصراحه شايفه ما دخلت خناقات ابدا انا مو بالشارع يعني بس بالمدرسه المدرسه كذا لا لا بالشارع لا مره بالصف انا قدام المعلمه حضرتني بهاري كانت تحسني انت يا الله شو هذا صفرا عم تتعرف على بعض اليوم اكيد اسمه هو رافع على هيك كنت تعرفي عليكي صبت عليها شوف السب قلت له اياها يا بي الله اكبر. لهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو اللي كان مليان بالفضائح. شو بدنا حابه نقوله شفنا اخواتنا يعني نحن بنتمنى شيء واحد انه اهلنا ما يكونوا عم يشوفوا هذا ان شاء الله يا رب يعني اوكي. وكمان يعني اكتشفت انه اصلا انا بعرف يعني على اساس لي المؤدبه انا توقعت منها ما توقعت من هالاشياء انه تروح تسب المدرسه واداريه ولما كانت صف رابع وصف رابع يعني رابع واكتشفت انه نهدى نفسه سياره ماما. ماما شافت الفيديو ماما اصلا عادي ازرق الهويه كمان يعني متوقع انه الفضايح كفت ووفت بهذا الفيديو. قبل ما تطلعوا منه لا تنسوا تعملوا لنا اشتراك بالقناه وكمان تضيفونا كلياتنا على السوشيال ميديا. بنحبكم كثير احنا ناس وسلام.